مشاهدينا الكرام، نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية في نشرتنا الجولة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال. ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا لها وشكرا يوسف، ونتحول مع حضراتكم لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الأحد عشر الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%. كما سجلت قيمة تحولات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%. ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تركز في مشروعاتها سواء تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية والمواثيق الدولية. جاء ذلك خلال استضافة المنطقة جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة الذي يشمل 6 أحواض ويجرى ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع السخنة العالمين بطول نحو 33 كيلومترا. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 17 حتى 23 من الشهر الجاري تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار. وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 16 من أكتوبر 2022 نحو 2.74 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.36 مليار دولار. يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. أشار وزير البترول طارق الملا بوجود الخبرات البترولية المصرية في العديد من المشروعات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أنه نتاج لحرص الوزارة على منح الفرص وتفريق الكوادر القادرة وصقل الخبرات. وخلال لقاء مع العاملين بإحدى الشركات التابعة للوزارة، أكد الملا على أهمية الاستثمار في العقول كقاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع والابتكار في صناعة البترول والغاز وفي جميع مجالات صناعة الطاقة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات رغم قيام روسيا بوقف الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 49% لتسجل 82 دولارا و75 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 29% لتسجل 76 دولارا وسنتا للبرميل. في المقابل، صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتسجل $2.08 للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.61% لتسجل $2.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مدعومة بقفزة في أسهم قطاع البيع بالتجزئة بعد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام بسبب مخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8%، كما ارتفع المؤشر الأوروبي لشركات البيع بالتجزئة بنسبة 1.5%. أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في ظل توقع المستثمرين استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية. وهبط المؤشر نيكي بنسبة 0.1%، حيث كانت أسهم التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين في ضوء حساسيتها لرفع أسعار الفائدة. في المقابل،
ارتفع المؤشر توباكس الأوسع نطاقا بنسبة 22%، كما ارتفع سهم صوني بنسبة 4%. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى نهى ويوسف. شكرا جزيلا لك محمد.